السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة برسم وش اهو زي ما انتوا شايفين، هنظبطه على قد ما اقدر. مش عارف اشوف كده، امسح الشعر ده لحد رقم 6 تقريبا، يبقى 7. الوش التاني ده رقم 7،
سافر الحاج بشوية سبعة واحد ثمانية الشفافية تعبئة الوجه يعني حاجة مطلوبة برضو في الرسومات.
احسن، اقلش كده شوية. بسلاسة شوية بس خطوط. كل ما كان فيه خطوط اقل واكثر سلاسة كل ما كانت الرسمة احسن، متبقاش معوجة كده. مبقاش في تعويج هنا، تعريك كده. حاول على قد ما نقدر يعني. جربت نعمل وش عريض شوية. ده طبعا معمول غلط. تعمل طريقة تانية. بما قلنا التعريجات دي مش حلوة،
نظبط العينين شوية. أتمنى يكون يوم سعيد، ده 13 رسومات وإن شاء الله أكمل الباقي بإذن الله. سنة طيبين.